اهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. وطني بعيوني، هذا هو الشعار اللي يعني قرروا انهم اختاروا مجلس الفن السعودي مؤخرا ليكون شعار مسابقة وطنية فنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وبيشارك فيه طلاب المراحل التعليمية من خلال مبادرة تهدف لتشجيع وتنمية الفكر والتعبير الإبداعي من خلال الفن. النتائج حتى الآن مشاهدي الكرام عبارة عن 10,000 مشاركة. طبعا اللي حيكلمنا عنها اكثر وعن تفاصيلها ضيفنا الكريم في الاستوديو. احنا معنا الاستاذ حمزه صيرفي، عضو مجلس الفن السعودي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بك، حياك الله وسعيدين بتواجدك وشكرا لتقبلك دعوتنا في سيدتي. واول شيء يعني هذه المسابقه استاذ حمزه للمره الثانيه، وجاءت المشاركات 3 أضعاف فيما سبق. يعني ما شاء الله هذا رقم جدا جيد ودليل نجاح. الحقيقة هذا يعني بتوفيق من الله قبل كل شيء، وطبعا نتيجة أنه المسابقة الأولى كان لها صدى جيد في وسط الطلبة وفي وسط الجهاز التعليمي، وبالتالي أيضا لأنه هدف المسابقة أيضا هدف جميل، أنه إحنا نعبر عن حبنا لوطننا بطريقة فنية ثقافية، لقت القبول والاستحسان سواء من الطلبة أو من الجمهور اللي حضر المعرض، وإن شاء الله حيشوفوا في المعرض القادم اللي حيكون يوم الخميس القادم إن شاء الله النتائج. طب الفكرة الفنية من الأعمال المطلوبة كلها تعبير عن حب الوطن؟ أي نعم، هو المسابقة وضعت حتى يعني نشجع الطلاب عن التعبير فنيا عن حب الوطن، وحب الوطن لا يقتصر على صورة واحدة، في كثير من المجالات، وهذا جزء من الإبداع اللي احنا حنشوفه في أعمال الطلبة في طريقة تعبيرهم عن حبهم للوطن. طب إلى الآن أنتوا وصلكم 10,000 مشاركة. أي نعم. للجنة التحكيم اللي حضرتك يعني أحد أعضائها. أي نعم. هذه المشاركات إيش لمستم منها؟ لمستم منها في إبداع حقيقي أم هناك تكرار أم هناك يعني خلينا نقول في فقر بالأفكار، ولا في أفكار ثرية لدى الطلاب سواء كانوا من أعلى مرحلة أو أقل مرحلة؟ الحقيقة يمكن كل ما ذكرتي. يعني يعني خلينا نركز على الإيجابي، يعني إحنا بنستبعد أي حاجة مكررة أو منسوخة أو شيء من هذا القبيل، لكن الإيجابي هو كان إنه يعني حتى فاق توقعاتنا، إنه وجدنا في الطلبة عندهم وعي وعندهم أيضا مواهب فنية تعبيرية، سواء بالرسم أو بعض منهم استخدم اللغة كتعبير. اللغة كتعبير كان إيه؟ يعني كتبوا قصائد بسيطة أو جمل بجانب الرسومات. أي نعم. وهذا الآن في الفن المعاصر يعني يعتبر أيضا أحد الطرق التعبيرية اللي يؤخذ فيها بالاعتبار. قد تكون أقوى من التعبير باللسان في بعض، يعني حتلاقي دايما الناس يختلف، ناس يقول لك أنه لا، الفن لازم يعبر عن نفسه وما يحتاج اللغة، واللغة يجب أن تقوم لما الفن لا يستطيع التعبير، إذن اللغة تعبر والفن يعبر لما لا تستطيع اللغة. لكن دايما زي ما في كل النظريات في نظريات جديدة بتطلع، وفي يعني المهم أنه إحنا نفتح المجال ليهم يتعلموا التعبير. طب من تقييمك الخاص والشخصي سقف التعبير كان لفين؟ الحقيقة كان مفتوح، وكل الطلبة عبروا ب، لأنه كمان مجال المعرض هو إيجابي، فبالتالي كان تعبيراتهم والرسومات اللي عملوها تختلف. يعني في ناس عبروا اعتبروا الأم والأب هم الوطن، وفي ناس يعني في ناس اهتموا بالجانب الجنود تبعونا الآن اللي هم بالجبهة وبيحاموا عن الوطن. صحيح. فهكذا يعني في أكثر من جهة كانت بطريقة للتعبير عن هذا الشيء. جميل جدا. طب خلينا نتكلم شوية عن الإدارات التعليمية، كيف كان تفاعلها معاكم خصوصا مع الأعمال الفنية؟ هل كان في تقبل، هل في دعم لهذه الأعمال الفنية؟ الحقيقة يعني كويس إنه حابين إحنا نشكر الأستاذ عبد الله الثقفي، المدير الممثل لوزارة التربية والتعليم في المنطقة، اللي يعني أعطانا كل الدعم والتواصل المطلوب، وتم التواصل أيضا مع القسم النسائي من خلال السيدة نادية الزهير القيمة على المعرض وتحت إشرافها، مع السيدة الدكتورة ابتسامة الردادي والسيدة نوبة قادر، اللي الحقيقة أعطونا يعني كل الدعم المطلوب،
والتنسيق المطلوب وقاموا بتنسيق في هذا العدد الهائل من هل ما زال الاشتراك أبواب الاشتراك لا مطلوبة؟ الآن خلاص الآن استلمنا الأعمال وتم الفرز والتقييم من قبل اللجنة واختارت الأعمال لأنه الافتتاح حيكون إن شاء الله الخميس الجاي كما سبق. خلينا نحمس الطلاب يا أهلا وسهلا يعني أهلا وسهلا. أبغى أعرف إيش الفائز كيف حتتعاملوا معه؟ الحقيقة في جوائز عينية قدمت من أكثر من جهة داعمة والجائزة الأولى للفنان يعني حنختار فائز أول هذا كمان حيتم ابتعاثه إلى دورة فنية خارج المملكة. هذا الفائز الأول. هذا الفائز الأول والآخرين حتكون لهم جوائز عينية سواء كاميرات تصوير أو أدوات فنية بالإضافة يعني يجب أن نعتبر حقيقة إنه كل المشاركين هم فائزين لأنه إحنا بنعرض أعمالهم كلهم يعني سواء الفائزين وسواء المشاركين الأعمال كلها بتعرض في المكان المخصص من قبل المجلس الفني السعودي. إحنا نتمنى لكم التوفيق ونتمنى كمان لكل المشاركين الفوز إن شاء الله. إن شاء الله. وأكيد إحنا حنتابع كل الجديد عندكم بإذن الله. جدا شاكر. شكرا لك يعطيك ألف عافية. أهلا بك. إذن مشاهدي الكرام بعد هذه الفقرة الفنية الشيقة وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أكيد على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. يوم جديد وحلقة جديدة وفقرات جديدة ومنوعة من برنامجكم اليومي المباشر. سيدتي إلى اللقاء.